للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية. أهلا بك معنا دكتور. بداية، تقديرك لدبلوماسية مصر الخارجية تجاه السودان وما يجري فيه من اقتتال، وأيضا مصر تحاول بالتأكيد استعادة المصريين في السودان بشكل آمن ومساعدة أيضا الدول الأخرى في أن يعودوا إلى دولهم بشكل آمن مثل باكستان على سبيل المثال، كيف تقدر الموقف المصري؟ في الواقع أن دائما الدبلوماسية المصرية هي تسمى بالفاعلية والحيوية والرشادة والحيادية فيما يتعلق بالتعامل مع المواقف الطارئة والأزمات والتحديات، خاصة ما يشهده السودان الشقيق في هذه الأيام الذي نتمنى له كل الخير والسلامة والاستقرار. ولا شك منذ اندلاع شرارة المعارك في السودان تحركت الدبلوماسية المصرية كعادتها بتوجيه من القائد والرئيس السيسي فيما يتعلق بالمسارات المتعددة. المسار الأول وهو العمل على تحقيق الاستقرار في السودان، مناشدة أطراف الأزمة بالاحتكام إلى لغة العقل والحكمة وتغليب مصلحة السودان العليا والاعتماد على الحوار ومفاوضات لحل وإدارة الخلافات، لأن الحلول العسكرية دائما لا تحقق أي أهداف وإنما تؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية التي يدفع بالطبع ثمنها الشعب السوداني. تحركت مصر أيضا مع مسارات بالتنسيق مع الأشقاء في المنطقة، السعودية، الإمارات، الدول الفاعلة في المنطقة أيضا للعمل على تحقيق الاستقرار وتحقيق التهدئة في السودان ووقف عمليات العنف والقتال التي شهدها الخرطوم. هناك أيضا تحركات على المستوى الإفريقي وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، كما رأينا عرضت مصر وجنوب السودان الوساطة لتحقيق التهدئة أيضا في السودان. ثم هناك المسار الرابع هو المسار الدولي سواء عبر الاتحاد الإفريقي أو مع الشركاء والقوى الكبرى في النظام الدولي الفاعل. هذا المسار وهذا التحرك المصري الفاعل والحيوي الذي ينطلق من حرص مصر حقيقة على أمن واستقرار السودان، على أن السودان هو جزء من الأمن القومي المصري، على أن السودان الشقيق واجه تحدي كبير وأن مصر تسخر كل إمكاناتها وكل طاقتها من أجل تحقيق التهدئة واستعادة الهدوء مرة أخرى ووقف أعمال العنف. هذا المسار وهذا التحرك الدبلوماسي المصرية تزامن منذ اللحظة الأولى بالتحرك المصري الفاعل فيما يتعلق بعودة وإعادة المصريين في الخارج. رأينا مصر كانت من أول الدول التي قامت بعملية الإجلاء في إجلاء القوات المصرية المشاركة في التدريبات المشتركة مع القوات المسلحة السودانية، ونجحت مصر بكل ثقلها وقدراتها وإمكاناتها في عملية الإجلاء بكل حرفية واحترافية بفضل التناغم وبفضل التنسيق بين كل أجهزة الدولة حقيقة وكل مؤسساتها وبتوجيه من الرئيس السيسي، وهذا بيعكس حقيقة حرص مصر دائم على رعاية أبنائها باعتبار أن وضحت فكرتك دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية.